شبكة التعاون. مباراة أخرى، الأهلي سحق نجران بسبعة أهداف دون مقابل. نتابع. إذا كرة ثابتة للفريق العلاوي، عرضية بالراس، يا ولد يا ولد يا ولد، زكريا سامي في جول سريع جدا، في جول سريع جدا، وفي استغلال لعرضية مثالية فيها كسر لمصيدة التسلل. وصلت إسماعيل مغربي أو الفارسي، مغربي يتوغل، لا زالت خطرة، تتسدد أرضية واحدة ثانية، لا زالت في مكان، يا الله يا الله يا الله، هذا مهند، هذا مهند الفارسي، ما يأس أبدا، ما يأس من اللقطة. يلعب واحدة طويلة عالية في مكان روعة للمجرشي، استلام كنترول مرور جميلة جدا، مجرشي في مكان يلعب لها أجمل، يا ولد يا سوادي، ما كان أناني، يا روعة يا روعة يا روعة يا روعة، هدف يدرس، هدف برازيلي يدرس، واحد واثنين وثلاثة. كرة ملعوبة تتهيأ، وان تو جميلة جدا، سوادي سلطان، سوادي سلطان، يا الله يا الله يا الله، هذه مدرسة، هذه مدرسة، وتكتيكة جميلة جدا جميلة جدا، وان تو ولا أروع، ونهاية أجمل من الخيال من سلطان سوادي. سلطان وسعيد، سلطان يلعبها عالية بالراس، تتهيأ، يا ولد يا ولد يا ولد، مرة أولى عدت، مرة أولى راحت. إذا هذا هنا الرأسية الماضية هي من المغربي، ترجع من جديد، ضغط واستخلاص لكن حلوة، أمامية بينية، أكرم هوسة، أكرم هوسة في انطلاقة وهجمة هلوية، يحاول، لازال يمتلكها، يلعبها، يا الله يا أكرم، يا الله يا هوسة، ما ودي أقول جت معاك، لا والله ما ودي أقول جت معاك، لأنك تستاهل، لأنك أخذت مشوار رائع، توغل في الطرف الأيسر، لا زالت احمد العوفي دوران ومرور، يا لعيب يا حريف، يا لعيب يا حريف، يا الله يا الله يا الله، شو اللي قاعد تسويه يا ابو حميد، شو اللي قاعد تسويه يا عوفي. معتز وماجد الزهراني، معتز والزهراني، معتز والزهراني، يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق. اذا الاهلي يسجل السابع مع روقانها الاسمراني في التنفيذ بطريقه جدا رائعه في شباك ماجد الزهراني. هذه هي المواجهات التي أقيمت اليوم في كأس الأمير فيصل بن فهد. سريعا نسمع للتعليقات إذا كان لكم تعليقات على هذه النتائج. نعم، المشاهدة أنه الأهلي وشباب كانوا يعني امتداد، أو أنه القاعدة يعني صلبة، الأولمبي كما هم متصدرين أو أقوى في دوري زين. أعود مباراة النصر، النصر يعني صراحة يعني الفئات السنية في نادي النصر عموما تعاني من وضع يعني تحتاج إلى اهتمام من الإدارة، لأنه الفئات السنية بما فيهم المنتخب الأولمبي، مع أنه مباراة اللي ذهبت مع الفتح كان يعني مباراة جيدة، لكن أخطاء فردية فتحتاج إلى اهتمام من الإدارة الفئات السنية. محمد، والله ما يعني اعتقد انه امتداد للموسم الماضي، التنافس الشبابي الاهلاوي الهلالي على المقدمه، لكن انا لي وجهه نظر في البطولات، في البطولة كاس الاتحاد هذه، انه انت البطوله ما هي صراحه البطوله الكاس، البطوله ايه، البطوله هي انتاج لاعبين للفريق الاول، انت الفريق اللي ينتج ثلاث اربع لاعبين للفريق الاول هي البطوله. اتمنى من الانديه التركيز ليس على البطوله، اتمنى التركيز على